تفسير رؤية السجن في المنام. السجن هو العقاب الذي تطبقه الدولة على من ارتكب جريمة مخالفة للقوانين المتبعة. رؤية شخص في المنام أنه مسجون قد تثير مشاعر الريبة والقلق في نفسه وتدعوه للتساؤل عن دلالاته وما تعبر عنه. ولرؤية السجن في المنام دلالات متعددة، وقد اختلف المفسرون في تفسير رؤية شخص أنه بالسجن في المنام، وذلك على حسب حالة الشخص الحالم وظروفه. وما إذا كان رجل أو امرأة عزباء أو متزوجة أو حامل أو مطلقة؟ من خلال هذا الفيديو سنتناول جميع تفسيرات المنام. أولا، تفسير ابن سيرين يقول: رؤية شخص أنه يدخل السجن بإرادته تشير إلى أنه يبتعد عن معصية ما ويتجنب الوقوع في الحرام. رؤية شخص أنه يدخل السجن مع بعض أصدقائه تشير إلى أنه سيعود من سفره وغربته إلى أرض الوطن. رؤية شخص أنه يترك مكان ضيق بالسجن إلى مكان متسع أكثر تشير إلى تيسير أموره بعد تعسيرها والراحة بعد الضيق. رؤية شخص أنه يخرج من السجن في المنام تشير إلى أنه سيترك الوحدة والعزلة وينخرط ويندمج مع من حوله. تفسير رؤية أنني بالسجن للنابلسي. رؤية شخص أنه بالسجن في المنام تشير إلى ما يعيشه من مشاكل وما يشعر به من هموم. رؤية شخص أنه يبكي بالسجن تشير إلى فك كربه وتفريج همومه. ورؤية شخص أنه بالسجن في منامه تشير إلى زواجه من سيدة تكون سببا في معاناته وحزنه. تفسير رؤية أنني بالسجن للرجل. رؤية الرجل أنه مسجون بمكان مهجور أو لا يعرفه تشير إلى أنه سيتزوج من امرأة غنية لديها أموال كثيرة. رؤية الرجل أنه مسجون ظلما في المنام تشير إلى إحساسه بالقهر والحزن بسبب المعاملة السيئة التي يلقاها ممن حوله. رؤية الرجل أنه بالسجن ولكنه خرج بعد تبرئته تشير إلى تخلصه من مشاكله وزوالها وزوال أحزانه وهمومه. رؤية الرجل أنه يهرب من السجن في المنام تشير إلى قدرته على تجاوز الصعوبات والمشاكل التي تعوق طريقه. رؤية الرجل المسجون بالفعل في المنام أنه بالسجن تشير إلى أنه سينال حريته وسيتخلص من سجنه ومن همومه. تفسير رؤية أنني بالسجن للعزباء. رؤية العزباء أنها بالسجن في المنام تشير إلى أنها ستتزوج من رجل له مكانة مرموقة قريبا. رؤية العزباء أنها بالسجن في المنام عند بعض المفسرين تشير إلى قيامها بفعل خاطئ في الواقع وستنال عقابا عليه. أما رؤية العزباء أنها بالسجن وأبوابه مفتوحة تشير إلى القادم في أيامها من شعور بالحرية والإحساس بالسعادة والراحة. تفسير رؤية أنني بالسجن للمتزوجة. رؤية المتزوجة في المنام أنها بالسجن تشير إلى سلوكيات خاطئة لها أو تقصيرها في أداء واجباتها. رؤية المتزوجة في المنام أنها تخرج من السجن تشير إلى زوال مشاكلها والخير قادم إلى حياتها. أما رؤية المتزوجة أنها تخرج من السجن لكن إلى مكان ضيق تشير إلى حدوث مشاكل كثيرة في بيتها قد تصل إلى انفصالها عن زوجها. أما رؤية المتزوجة أنها تزور زوجها بالسجن تشير إلى أن زوجها عليه ديون لغيره لابد له من سدادها. تفسير رؤية أنني بالسجن للمطلقة. رؤية المطلقة أنها بالسجن في المنام تشير إلى المشاكل التي تعيشها والتي تؤثر بالسلب على نفسيتها. رؤية المطلقة أنها بالسجن ظلما في المنام تشير إلى رغبتها في الشعور بالحب والأمان واحتياجها إلى الدعم والمساندة. رؤية المطلقة أنها تخرج من السجن في المنام تشير إلى أنها ستتخطى كل المشاكل وستتخلص من كل أحزانها قريبا. تفسير رؤية أنني بالسجن للحامل. رؤية الحامل أنها بالسجن في المنام تشير إلى التوتر والضغط النفسي والمخاوف التي تشعر بها من الولادة على جنينها. رؤية الحامل أنها بالسجن وتبكي تشير إلى زوال متاعبها وولادتها بخير وسهولة وسلامة بإذن الله.